مرحبا بكم مشاهدينا وكل الجمال وكل الحب لكل المتابعين، وتحايا وتبريكات لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات، وإن شاء الله نجاح وتوفيق دائما مستمر بإذن الله، ودائما ننجح ولكل مجتهد نصيب، وكمان ما حالفهم الحظ مرة ثانية وثالثة بنقول لكم إن شاء الله بداية النجاح بتكون مع الفشل. ده بيخلينا إحنا مصر بإصرار وبعزيمة على إنه إحنا ننجح في الحياة، ولو ما التعليم الناس ما حتصل لمبتغاها وما حتطلع سلم النجاح وتصل إلى ما تصبو إليه إن شاء الله من درجة عليا في مجالات الحياة المختلفة. من خلال صباحات الخرطوم دائما هنالك مساحة بنفردها لكل المبدعين في شتى مجالات الإبداع المختلفة. سعيدة في هذا الصباح أنكم معي الأستاذ الشاعر والملحن حسن الكردابي. مرحبا بك وصباح الخير أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشاكرين ومقدرين يعني على هذه اللحظات. حبابك ألف معنا في هذا الصباح أستاذ حسن. وكتابة الشعر متى بدأت وكيف كانت وضروبه مختلفة، يعني في أي الضروب تكتب؟ والله كتبت في كل الظروف يعني، مثل لكن حتى العاطفي الذاتي بيكون في الوطن، يعني تركيزي وطني كذا، لدرجة انه الشخص ذاته هو بيكون الوطن من خلاله. جميل. أيوة. نسمع حاجة وطنية. طيب التحية لك يا أستاذ، والتحية لهذه الغنى الفتية وللشعب السوداني عامة، وهنا في شرق النيل خاصة كرذاب والسيال، والقصيدة إن شاء الله اسمها من الوصية. جميل. نتمنى أنه قديمة. نعم. لكن البغنيها من قدم وتواخر زول كانت عنده الأستاذ صلاح بن البدر رحمه الله. رحمه الله. نعم. أي. إن شاء الله. موجودة يعني، ونتمنى إنه الناس يعني التفتوا في ناس في كتابات حلوة عن الوطن. طيب أجمل وصية. لحظة ما بتهون علي، أنت يا وطني الحبيب، لأني شايلك في عيني، ومهما تبعد لي قريب، عشت يا سوداني لي ودنت شمسا ما بتغيب. ديما بفخر بك وحاتك واسمك الحاني وغنايا، وزادي في درب السفر وطيف أليف دايما معايا. كيف أفكر في بديلك وانت مزروح في الحنايا، ونيلك الهدار تملي موج بمسح لي أسايا. أصلي منك وما بسيبك، وكيف أفوتك في صحابك، لأني حاسس بحنينك واسمي مكتوب في ترابك. أهلي فيك وعاشوا ليك، وجروا بالواسوك سرابك، وخلوا لي أجمل وصية أفدى أرضك بشبابك. وصوني أبقى أمين عليك، وصوني أبقى أمين عليك وحامي من جور الأعادي، وأبقى فلاح في جروفك وراعي في حضن البوادي، وأبقى غناي لجمالك بلدي يا سمح المبادي، وأبقى جنبك طول زماني وما أسيبك وامشي غادي. لحظة ما بتهون علي، أنت يا وطني الحبيب، لأني شايلك في عيني، ومهما تبعد لي قريب، عشت يا سوداني لي قمت شمسا ما تغيب. يا سلام أستاذ حسن، كلمات جميلة جدا في حق الوطن، ونحن أحوج ما نكون بالتأكيد لشحذ الهمم والاهتمام بالكتابات الوطنية المختلفة، لأنه في منعطف قد يكون خطير جدا يعني في تاريخ السودان، محتاجين فعلا في أنه إحنا نشحذ الهمم السودانية، لأنه الناس ترجع لوطنيتها، ترجع لزراعتها، ترجع لعملها، لننهض بهذا الوطن بالتأكيد. دور الشاعر كبير جدا يعني في تقديم بالتأكيد ولفت الانتباه لكثير من القضايا ممكن تكون مجتمعية. نعم. كلمنا شوية كده عن أهم المواضيع اللي بتحب أنت تكتب فيها. والله ما الشعر ده أصلا يعني كده هو المفترض يكون مرآة المجتمع اللي عايش فيه، وليس عن حالهم بالتأكيد. بالضبط كده. نعم. يعني كل المشاكل اللي أنا بشوفها مشكلة قد يكون أنت ما تشوفيها مشكلة. نعم. إذا كنا ماشيين الاثنين في الشارع كده في حاجة كده بتلاقيني انت تبي تمر فيها، لكن انا ما بجي مر فيها. اكيد. أيوة. اكيد الشاعر اكثر بيكون لماح. نعم. لكن طبعا المسألة، نعم. المسألة في الفترات الفاتت دي كان في غياب كامل
الإبداع الوطني يعني. نعم. خلينا العضلة ده طبعا بقى مشاكل كثيرة جدا، فيه قنابل وفيه مسدسات وفيه الغنى العاطفي. الغنى الوطني ده في غياب تام، وأنا من هنا يعني من هذه القناة إن غناء وطني وبدعه وبخلي تلفوني يعني هنا في القناة لأي زول عنده القدرة إنه ممكن يقدم. نعم. هذا الغنى لحنت القصيدة الأولى دي أنت ولا؟ والله ما لحنت أنا. نعم. حسيت بأنه القصيدة إنه قلت فيها كلام جميل جدا جدا، لو قمت لحنت ممكن أخربها أخليها لإحساس زول تاني. جميل جميل. خلينا نتكلم شوية عن تجربتك في التلحين. بتتعامل مع منو من الفنانين؟ ما أدري أي زول. نعم. بتلحن براك كلماتك؟ والله أقول لك حاجة، أنا أسأل عندي أكثر من 13 قصيدة موجودة باعتبارها جاهزة. نعم. لكن حتى في بعض الناس يعني كذا يقول لك يا أخي الغنى ده ما وقته. في غنى عنده وقت مثلا يعني؟ لا لا، الإبداع ما له. يلا أنا احتفظت بالحتة دي. وبعدين ما بتحس بأنه الناس كلها دايرة تمشي سريع 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 كذا. نعم. يعني ما في واحد فاضي يشيل له أغنية كذا على أساس أنه يضيف عليها زي الأساتذة السبقون، ناس إبراهيم محمد ضف الله أسرونا وربونا تربية كاملة يعني. نعم. دائما المنتديات الثقافية ومراكز الشباب وكثير من بيوتات الثقافة المختلفة في بلادي قد تتيح هذه الفرص لكثير من المبدعين في أن تظهر هذا الإبداع على الفنانين. وبالتأكيد لا يكتمل الجمال الفني إلا بهذا المثلث، يعني ألحان وأداء وكلمات هي اللي بتخلينا إحنا نعمل إضافات للفن السوداني الأصيل. ورينا أنت يعني عشان ما تطلع المخزون الجميل ده من الكلمات ومن الألحان لابد أنك تكون طرقت بعض الأبواب يعني. والله أصلا يعني لازم الناس تكون عندها مبادرة عشان ما حياتك جميلة دي تصل يعني. أنا أقول لك أنا في عزلة كاملة صراحة كده. إذا اللوم عليك يا اللوم حسن. اللوم علي أنا في فترة من الفترات حسيت بنفسي أنه زي الزول الجايله من زمن قاعد له مع ناس كده ما قادرين يفهموا هو ذاته بيقول في شنو. خلينا نسمع حاجة تانية. عاطفي والله وطني زي ما تختار. طيب أنا أقول لك عاطفي مخاطب مع الذات. نعم. طبعا قريبة الأغنية دي زمانها. جميل. شكلك تقول يا قلبي أصلك لا ردة لا بتعرف تريد، واقف عليها دب العيون ساكت بتكتب في القصيد، أتاري العيون بايعات هواك وحاضرات عليك ليزول وراك، وانت الموشح بأساك سابوك براك واقف وحيد، شكلك تقول يا قلبي أصلك لا ردة لا بتعرف تريد، وشكلك نسيت انه العيون مدخل لسيدة وجوهر بتعكس مشاعره الكامنة جوا وتكشف حقيقته وتصهيره، لكن براك داير شقاك تشابه للما عاش هواك، وانت ذاتك ما براك في ناس وراك مقتولة ريد، شكلك تقول يا قلبي أصلك لا ردت لا بتعرف تريد، واقف على هدب العيون ساكت بتكتب في القصيد، أتاري العيون بيعات هواك وعفرات عليك ليزور وراك، وانت الموشح بأساك سابوك براك واقف وحيد. يا سلام، كلمات جميلة. انت كتابة قصيدة أستاذ حسن، في أي زمان وفي أي مكان ممكن تكتب قصيدة، بتوثق ذاته لكتاباتك الفنية كيف؟ والله أنا سبحان الله ربنا الحمد لله بعتبرها نعمة من ربنا. نعم. أنا عندي قصايد هسة لها 10 سنة ما اتكتبت في ورقة. ما شاء الله. بتحفظ؟ بحفظ وما بعرف أجيب لي ورقة وقلم أكتب. أنا قصيدتي دي بتجيني راكب في مواصلات، بتفنس، قاعد في برنامج زي ده، المهم بتكون الفكرة فيه. نعم. لكن إخراج ده بيجيني في ظروف أنا ذاته ما بعرف لا سبحان الله لا بحتاج لي قلم ولا بحتاج لي ورقة. نعم. ما بتنقح بعض القصائد لما أبدا تكتبها. والله شفت بس برتب موضوع هذا شايفه قدامي كده واحد. نعم. بتاع هناك كده بتاع في النهاية بلقاها طلعت قصيدة الحمد لله يعني. بيعرفوك ناس البيت لما يكون عندك قصيدة بيوفر لك زمن مناسب. والله ما قاعدين يوفر لي بشكرهم لأنه الحكاية دي ذاتها يعني قلت لك بتجي مصادفة. مصادفة. أنا ما أكون في البيت، أكون في الخلا مثلا، أكون سايق العربية، أكون مثلا بتونس مع جماعة. نعم. ليس هنالك بمناسبة ناس البيت دي معلش يعني. نعم. نشكر الأستاذة نعمات إن شاء الله تكون متابعانا، والبنات سماح وسالمين وسبا والأولاد محمد وأحمد وكل الأسرة
كبيرة بعد ذاك ما شاء الله. حقيقة كلماتك جميلة تستحق. نعم. أيديكم العافية يا رب. ونسمع حاجة كمان تانية. طيب نحن بالمناسبة دي أسرة فنانة ما شاء الله. عندنا إبراهيم شاعر ومغني وصوته جميل يعني. نعم. ان شاء الله الظروف تسيح لنا كده نحن يوم بلوتنا نعمل لكم سهره حلوه كده ان شاء الله. اعتبروها ان شاء الله من الامس. لا لا كلمات جميله تفضل. ايوه نسمع حاجه ثانيه. نعم. طيب في عيونك يا العزيزه صوره من بلدك ترابه، فيها نيلنا وخير جروفنا وطيبه زيها للغلابه، اصلي بفرح لما اشوفها وانسى هم روحي وعذابه. وفي عيونك يا ربيعي وادي مخضر بالاماني، وغيمة طلت فوق يباسنا بللت شوقي وحناني، هسه كيف اقدر اسيبه دي ليا اكتر من حبيبه، وروحي دابت في رحابه. وفي عيونك العزيزة صورة من بلدي وترابه، وفي عيونك الاصيلة همسة فرحنا المستحيلة، بيها ضبنا غنى الاماسي واشرق صباحنا على العديلة، فيها تذكار من جدودنا سيف معبر عن وجودنا، ودرجة من زمن الحرابة. وفي عيونك العزيزة صورة من بلدي وترابة، فيها نيلنا وخير جروفنا وطيبة زيها للغلابة، أصلي بفرح لما أشوفها وأنساهم روحي وعذابها. يا سلام جميل جدا. لكن أستاذ حسن لابد من التوثيق للكلمات الجميلة دي. وسائط يعني الوسائط المختلفة يعني أتاحت فرصة كثيرة جدا للمبدعين في أنه يظهروا إبداعاتهم الشعرية وكتاباتهم. والله نتمنى ذلك. نعم. نتمنى ذلك ما لجأت للحاجة دي عشان ما تقدر توصل. والله طبعا أنا انتبهت للاتحاد الأدباء والكتاب السودانيين قبل. نعم. فترة يعني. نعم. وبشكرهم يعني وبحمل الآن بطاقتهم، لكن لكن ليس 6 شهور 7 شهور ما جددتها. سهلت. وكان في الوسائط على مثلا الفيس الواصل. أيوة. الجروبات لا هسه لحد اللحظة عندي مجموعة متابعاني كويس يعني. ما شاء الله. عندي ناس متابعيني كويس. نعم. واتمنى بعد هذه اللحظات توسع المجموعة دي شوية كده. وزي ما قلت لك انا شايف ناس شكر الله خلف الله الفنانين ديل عندهم شغل انا شفته كثير يعني. نعم. استمتعت به. اتمنى انه انا انزل ذات اديهم حاجة على اساس انه يقدروا يعني يبرزوها للمجتمع. احنا بنحيي كل الفنانين. وناس فنانين والله انا متابع الحاجات اللي قاعدين تقدموها. أيوة. انتم بالذات يعني. نعم نعم. حاجات حلوه. الله يديك العافيه. الاستاذ عمر احساس وشكر الله خلف الله وعز الدين اقصد وعادل مسلم. نعم. كل الفنانين بالتأكيد هم دائما بينتقوا الكلمات الجميلة، وحقيقة يعني كثير من الفنانين الشباب هم بيبحثوا دائما عن الكلمات والمفردات. نعم. الجميلة ممكن تكون إضافة لأغناهم، لكن برضو لابد من أنك توثق لهذه الأعمال بكتابات أكيد. أكيد. إن شاء الله تكون قاعدة محفوظة، لأن دي يعني من الحاجات اللي ممكن تكون درر يعني كتابات جميلة لابد من الناس تحتفظ بها. خلينا نسمع حاجة تانية كمان. طيب اسمع حاجة تانية في أغنية ناس طالبينها مني مزدار يعني. جميل. برضو طرقت نعم طبعا دروب الكتابات مختلفة جدا. عندنا هنا هناك لما نمشي عندنا أساتذتنا طبعا بيكتبوا الشعر بتاع الدبيت. لما كنت بيجي أخونا أحمد عبيد بالذات لما أقول لي أخي على اسمع القطيع يقول لي أخي شغل قد شغل خرطومي صحيح. نعم. فقلت يا اخي انا ما قاعد من البيئه عارف اي حاجه ده شنو ده الدل ودي السلب ودي وقال لي ربنا وفقني المهم كتبت لي مصدر كده طبعا الشخوص فيه والاحداث فيه بيعرفوها ناس المنطقه. نعم. والحمد لله. بقول له في القمر زينت الليل يا ود الجريف دوبيل عسليه لون عيونه وتشكي من شاكيله، صان المولى قادر ويجل في تشكيله شايل سيوف تشاكل شقاوة البمشيلة، شبكتنا في ريت ما قدرنا نشيله وشالت عقولنا وشرفت بس تقول الريلة، دفت في المهاوي ما فرطا في شيله شردت من شرك القبيل قصة تشليلة، شن بتقول عليها يا دوب قايمة شتيلة رشش واديها شرب وشارفت ليش شيلة الشابين وفترنا وغلبتنا فيها الحيلة شاورني وشاورك ويلاك سوا دوبيلة طماه شوشين وفرع مواقع الميلة حروف دوباي حديثة ورن الطبول نحجيلة منه مجنة لمحيريبة برية روسنا ساعة القيلة تزرع فيها عزتنا ونحضر يوم عبارة
وكيلة. يا سلام، كلمات جميلة حقيقة أستاذ حسن. ناس مجنة وسائل كلهم يعني. وأنا بكتب كمان حاجات جميلة في البطانة وغيره. والله ما شاء الله. أيوة ما شاء الله. الله يديك العافية أستاذ حسن، وإن شاء الله موفق في كل دروب الحياة المختلفة. وأكيد الكتابة للوطن هي دائما يعني بتصل للناس بسهولة، والغزل أيضا، وإن شاء الله كلماتك تصل لكل المبدعين ويتغنوا بها. وما وريتنا المجال بتاع التلحين، بتلحن القصائد بتاعتك ولا بتلحن ل لا ما هو الحاجة. القصائد اللي انا بلحنها دي هو الحاجه باعتبارها يعني ما فيها تكلفه. نعم. يعني كلمات كده للاخوان والاصدقاء وقاعد، لكن الاغنيات الكبيره اللي قلت لك قبل شويه كده دي انا ما جربتها. نعم. هاي شغل داير ناس كده متخصصين وبتاع، عشان الجمال بتاع العمل ذاته يتعكس ان شاء الله. آه. إن شاء الله. لكن مثلا الغنى اللي قاعد اغنوه ده حاجات صغيره صغيره لو ممكن اسمعك منها يعني ان شاء الله. في مساحه اخرى، لانه زمننا بتاع الحلقه انتهى. شكرا لك كثير استاذ حسن الكردابي، الشاعر والملحن، على هذه الكلمات الجميله، وان شاء الله صوتك يصل لكل المبدعين. موفق ان شاء الله. جزاك الله الف خير، ونشكر هذه الغناء ولكم تحياتي. الله يحييك، وتحيانا كمان تمتد لكل مشاهدينا الاعزاء. احنا وصلنا الى ختام حلقتنا الليله، ان شاء الله حلقه جديده متجدده صبيحه الغد مع فريق جديد، ولكن نتمنى لكم التوفيق في هذا اليوم وفي كل يوم. الى اللقاء.